أجرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تقريرا استقصائيا عن الحالة التي وصل إليها العلويون في سوريا بعد 4 أعوام من الثورة. ووصف التقرير قرى العلويين بالفقيرة المظلمة والمتشحة بالسواد بسبب ارتفاع أعداد قتلاهم في المجمل إلى الثلث. القرى العلوية بعيون التقرير البريطاني، نتابعها في هذا التقرير. العلويون كانوا ولا زالوا الخاسر الأكبر لوقوفهم مع الأسد. الكلام يأتي اليوم من صحيفة التلغراف البريطانية، والتي أرجعت تقريرها للحقائق قياسا بالنسبة العددية التي تشكلها الطائفة العلوية من مجمل الشعب السوري. التقرير الاستقصائي لصحيفة التلغراف البريطانية تناول حالة القرى العلوية في الساحل السوري بعد 4 أعوام من الثورة، لا باعتبارها الخزان الرئيس للمقاتلين في قوات الأسد، بل باعتبارها أكبر المتضررين من هذا الصراع. حيث ذكرت الصحيفة في تقريرها المطول أن الطائفة العلوية خسرت ثلث أبنائها في المعارك الدائرة في سوريا بسبب ولائهم لبشار الأسد، وأن تهديدات حقيقية باتت تلاحق الباقين منهم بسبب تورطهم في قتل الشعب السوري. ما دفع الأمهات وبحسب التقرير نفسه إلى نصب حواجز نسائية ضمن قراهم ومناطقهم لمنع قوات الأمن والجيش التابعة للأسد من سحب باقي شبانهم إلى جبهات القتال. بعد تأكيدات من الأهالي أن 30 شابا على الأقل يقتلون من أبنائهم يوميا، بينما يرفض أبناء القادة إرسال ذويهم أو التضحية بهم باعتبارها رهانا خاسرا كما ذكر التقرير نقلا عن أهل الساحل السوري، ما حول تلك المناطق إلى ساحات عزاء متشحة بالسواد. تكسوها تخوفات من انتقام الحراك الثوري لما فعله الشبيحة بمدنهم. وأضافت مراسلة التلغراف بأنها زارت بيوتا لمست فيها الفقر المدقع وقابلت ذوي قتلى توقف النظام عن إعالتهم ودفع تعويضاتهم، بل استرسلت أيضا في شرح المأساة التي عاينتها بنفسها في تلك المناطق، مستفسرة عن مصير أقرباء الأسد نفسه، فما كان من السكان المحليين إلا الإجابة بأنهم قتلوا في ظروف غامضة وليس في ساحات المعارك. اليوم وبعد مرور 4 سنوات أذيق الشعب السوري فيها شتى أصناف القتل والتشريد على يد من رفع شعار الأسد أو نحرق البلد، فهل سيعود البعض ممن أدرك أن الحريق سيعود إليه مضاعفا للحظة تفكير عقلانية ويقول هذا ما جنيناه على أنفسنا والثورة لم تجن على أحد؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي غسان مفلح كاتب ومعارض سوري من زيورخ عبر سكايب، وأحمد كامل كاتب صحفي من اسطنبول عبر الأقمار الصناعية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أحمد كامل، كيف تعلق على التقرير الذي ورد في صحيفة ذا تيليغراف البريطانية؟ التقرير دقيق للغاية، وهو يعني حصيلة ملاحظات عينية. المراسلة كانت في سوريا، والكلام الذي قالته كله شاهدته، وهو فعلا كلام واقعي تماما. فقط هناك مشكلة الأرقام، من أن ثلث الضحايا اللي هن 250 ألف من العلويين، وبعدين بتعتمد أو بيعتمد من نقل الخبر لا أعرف على عبد الرحمن رامي عبد الرحمن من أن عدد قتلى الجيش السوري والشبيحة هن 22 ألف، ونسبة كبيرة منهم من العلويين. الفارق ما بين ما يقوله رامي عبد الرحمن وما بين القول الأول من أن ثلث الضحايا هن من العلويين فارق كبير جدا. بحسب رامي عبد الرحمن بيكون في 15 ألف قتيل من العلويين، بينما بحسب الكلام الأول بيكون 70 أو 80 أو 90 ألف من القتلى من العلويين، وأنا لا أؤمن بدقة ما يقوله رامي عبد الرحمن. العدد القتلى كبير للغاية، كبير للغاية، وهو بكل الحالات بالأرقام المنطقية نسبة القتلى ما بين الطائفة العلوية تعادل 4 أضعاف نسبة القتلى في الطوائف الأخرى بالنسبة. وإذا لاحظنا بأنه أغلب أو كل تقريبا القتلى من أبناء الطائفة العلوية هم من الشباب ومن الجنود والضباط، تكون الكارثة أكبر. فعلا الطائفة العلوية تعيش كارثة وبدون أفق. النظام فشل
في الحل العسكري، ولا أحد يؤمن بأنه يستطيع أن يحسم الأمور عسكريا. بالعكس، نسبة الأراضي التي يسيطر عليها النظام تنخفض كل يوم، تنخفض كل يوم كل يوم، ولا يوجد أي أمل بحل سياسي، مع أنه كان موجودا في بداية الثورة. كان من الممكن لهذا النظام أن يجد مخرجا سياسيا، أن يقدم تنازلات حقيقية للشعب السوري، أن يكون هناك مثلا مجلس شعب منتخب ويحافظ هو على رئاسة الجمهورية والجيش والمخابرات، أن يترك شيئا للشعب السوري. ولكنه ونظامه لم يقدموا أي شيء للشعب السوري، لم يحاولوا أن يجدوا أي حل سلمي، وهم يخسرون الآن الحل العسكري. والملاحظة التي ختم فيها تقرير ديلي تيليغراف رائع جدا، من أنه العلويين الآن فقط يتلقون جثث ولا يفعلون شيئا آخر. هذا يصور فعلا حقيقة ما يجري في سوريا. طيب أستاذ غسان مفلح، يعني برأيك ما الذي أوصل العلويين إلى هذه المرحلة؟ أستاذ غسان؟ يعني أولا هنالك قاعدة لنقاش المسألة بخصوص. أيوة، ألو، عم تسمعيني؟ نعم عم بسمعك، تفضل. عم تسمعيني؟ عم بسمعك. أنا عم بسمعك رولا. ألو. المشكلة في القاعدة الأساسية لنقاش المسألة، يعني عبر 45 سنة من حكم الأسد وتطييفه للبلد وتطييفه للطائفة العلوية نفسها، هاي القضية يعني بتجعل النظر للمسألة ليست مسألة مطلقة، انه بمعنى مثلا التقرير يورد ان يعني الطائفة العلوية او القرى العلوية في حالة فقر. هلا الامور نسبية، يعني لو قارنا هذه القرى بالقرى الاخرى في سوريا نجد ان يعني الكلام غير صحيح وغير دقيق، لان يعني تدفقت جزء من ثروة الشعب السوري الى هذه القرى بغض النظر عن الاليات والطريقة وكيف. هذا اولا. ثانيا، طيب ولكن يعني هل فعلا انه تدفقت فعلا جزء من الثروة؟ لم يجيب على السؤال. في تأخير بالصوت بيني وبين ضيفي. لم يجيب على السؤال. نعم. طيب بما نظبط المشكلة بالتواصل بيني وبين الأستاذ غسام مفلح، بروح للأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد كامل، يعني بالنسبة للعلويين تحديدا دائما يطرح سؤال بأنه هل ممكن يتراجعوا، هل ممكن يقرروا يغيروا من موقفهم؟ هذا السؤال برأيك الآن هل هو مناسب الآن؟ هو دائما مناسب، لأنه يعني من أجل إنقاذ حياة البشر ومن أجل إنقاذ دولة وشعب يجب أن نفعل كل شيء. والطائفة العلوية أو العسكريين من أبناء هذه الطائفة يستطيعون أن يفعلوا شيء الكثير، يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم وسوريا بنفس الوقت، يستطيعون فعلا. تأخر الوقت والخسائر كبيرة والأحقاد صارت كبيرة، ولكن دائما هناك مجال لعمل شيء لوقف قتل الناس. هذا دائما يجب أن نحاول أن نوقف قتل من طرف الناس. الثورة. وهذا من طرف ممكن العلويين أنفسهم برأيك، هل أنه في عندهم مجال الآن أنهم يعني يغيروا من موقفهم هن بالنسبة لهم؟ إذا تخلوا عن آل أسد وآل شاليش وآل مخلوف، هذا ممكن يعني في مقابل ماذا؟ طيب يجب يعني ان لا يعتادوا على معقد 30 أكثر. جثة في اليوم بالنسبة حتى لبعض السوريين اللي هن مع الثورة صار المشهد معقد أكثر من خلال وجود داعش، من خلال وجود تنظيمات إسلامية، فما بالك بالنسبة للعلوي؟ مقابل ماذا رح يتراجع بهالحالة؟ شو الدافع؟ شو الشيء اللي رح يخليه يغير موقفه؟ مقابل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الطريق اللي ماشي فيه النظام واللي ماشي فيه الطائفة هو طريق الموت ولا شيء آخر، ولا شيء آخر. يعني تماما كما جاء في نهاية تقرير الجريدة، إنه الآن فقط ينتظرون القتلى والجثث. هل هذا شيء معقول؟ هل هذا شيء بشري؟ ولماذا؟ يعني ليش كل هالموت فقط من أجل إرضاء غرور شخص؟ هو يقول أنا أدافع عن الطائفة، ولكن الحقيقة ثبت العكس، ثبت أنه هو يحتمي بالطائفة ولا يحميها، يحتمي بها. يعني هن اللي عم بنقتلوا،
اللي انقتلوا من بيت الأسد 3 أشخاص، وما انقتلوا في المعارك على فكرة، انقتلوا في صراعات داخلية وفي صراعات ما بين أمراء حرب، ما ماتوا لا في طبقة ولا في حلب، كلهم قتلوا في الساحل، قتلوا في صراعات داخلية ما بين بعض، ما بين حرمية، ما بين لصوص، ما بين نصابين. وعائلة بشار الأسد موجودة في خارج سوريا، وسمعنا يمكن حضرتك سمعتي كمان انه في اخبار انه عم بيروح بيزور امه واخته واولادهم، فهن وفلوسهم برا وبامان، والطائفه اللي عم بتموت، ابناء الطائفه عم بيموتوا بالعشرات يوميا يوميا في قرى علويه ما عاد فيها شباب. وما هو الهدف؟ وليش يعني لازم يسالوا نفسهم ليش نحن عم نموت؟ من اجل حمايه نظام؟ هن عم بيحموا النظام، ما النظام عم يحميهم. طيب النظام حضرتك ذكرت قبل شوي استاذ كامل بانه ابناء علوية بدليل انه كل يوم عم بيجيهم قتلى، لا لازم يكون في استعداد لقبول موقفهم اذا كان اذا تغير موقفهم. الاستعداد هذا من مين؟ يعني هل هو من المعارضين اللي موجودين برا اللي هن خارج سوريا اساسا، ولا مين اللي على الارض اللي عنده استعداد يقبل تراجع العلويين عن موقفهم واقعيا نحكي؟ الشعب السوري، الشعب السوري إذا كان في هناك موقف جدي ضد هذه الأسرة وضد ما فعلته وتبرؤ من كل المجرمين، يعني اللي ارتكبوا جرائم اغتصاب وجرائم حرب، هدول لازم يتحاكموا. إذا تخلت الطائفة العلوية عن بشار الأسد والمحيطين فيه مجموعة المجرمين الكبار، ممكن، أنا بقول ممكن، الوقت تأخر كتير ولكن ممكن، والأمر بيستاهل المحاولة حتى لو ما كنا متأكدين من أنه رح تنجح، ولكن الأمر بيستاهل. طيب لأنه تخوف برأيك يا أستاذ الآن كامل الطريق مسدود. نعم. كل يوم تتراجع نسبة. طيب إذا بدنا نحكي عن التخوف الأكبر بالنسبة للعلويين الآن، برأيك هل هو تخوف من التنظيمات الإسلامية على الأرض، ولا من الشيعة خاصة الميليشيات الشيعية يلي إجت على سوريا واللي هي مسكت مفاصل كل الأمور؟ الأكذوبة اللي دخلت براسهم من زمان على فكرة، مو من اليوم، إنه سيتم الانتقام منكم، إنه يا أما بتكون مع النظام يا أما ذبح، ما في حل تاني. واللي حصل في سوريا برغم كل ما يقال، ما في جرائم كراهية، ما في علويين، نساء وأطفال وشيوخ ذبحوا لأنهم علويين، صار في قتلى كتير من العلويين، ولكن كلهم مسلحين وكلهم في حالة هجوم، كلهم هن عم بيقاتلوا، فقتلهم كان نوع من انواع الدفاع عن النفس او بالحد الادنى جزء من حرب. طيب اما جرائم الحقد والكراهيه فما حصلت في سوريا، وهذا شيء ايجابي للغايه. شيء ايجابي للغايه. طيب وهذا بيعطي امل، امل ضعيف بالنسبه لموضوع طبعاً الميليشيات الشيعيه، وبحاجه لمبادره جديه. نعم. جديه وعميقه. طيب بالنسبه برجع لنفس سؤالي، الميليشيات الشيعيه اللي مسيطره هلا على مفاصل الشيعية النظام نفسه، وهي اللي عم تتحكم صارت بكل شيء، هي الآمر الناهي، في قابلية لأنه يصير محاولة تماهي للعلويين بقلب الشيعة باعتبار أنهم بيعتبروا العلويين هن يعني فرقة من الشيعة، فبالتالي خطر الشيعة أليس أكثر على العلويين في سوريا من السنة مستقبلا؟ طبعا الاندماج العلوي ضمن المذاهب الشيعية صعب، صارت محاولات كتير في هذا النطاق، بدل حافظ الأسد عندما أقنع الإمام موسى الصدر بإصدار فتوى يعتبر فيها العلويين شيعة، ولكن هناك اختلاف ثقافي عميق ما بين العلويين والشيعة، العلويين أكثر علمانية 100 مرة من الشيعة، وأقل تمسكا بأهداب المذهب والدين 100 مرة أكثر من الشيعة. والمجتمع العلوي، المجتمع العلوي عنده استعداد للعلمنة وللتعاون مع الآخرين ولقبول المبادئ يعني الجمهورية أكثر بكثير من الشيعة، ولذلك أنه يدوبوا العلويين بقلب الشيعة أنا ما كثير بشوفها إمكانية حقيقية، وحتى في لبنان وحتى في سوريا ما كتير حصلت، ولذلك لما بنسمع عن عمليات تشييع في سوريا هي عملية تشييع العلويين وما نجحت كتير، ما كتير لا. المجتمع العلوي قابل لأن يتحول إلى طيب. نمط اسمح من أنماط حزب الله أو نمط مفلح من ولاية الفقيه والعقلية الإيرانية نعم. وما بعرف أنا
كم امرأة محجبة في من بين العلويات على الطريقة الشيعية، أظن 10 ولا 20 امرأة من بين مليون. نعم أستاذ غسان مفلح، يعني التقرير من صحيفة ذا تلغراف البريطانية عم بيقول بأنه وضع جدا مزري، وضع يعني في الأمهات عم يعملوا حواجز لحتى ما يقدر الجيش يجوا وياخذوا أبنائهم للقتال. كيف تعلق على ما وصل إليه العلويون في سوريا؟ وبرأيك أنه في حال صار في تراجع أو تغيير موقف شو حيكون وضع؟ نعم. هذا قسم من التقرير صحيح، أن هنالك أمهات لا تريد من أبنائها تذهب لتموت في مناطق أخرى دفاعا عن آل الأسد، لكن بالمحصلة ولو أننا لا نستطيع أن نتحدث عن العلوية ككتلة، يعني نحن نتحدث عن يعني الجسم المشارك مع الأسد في معركته بدفاع عن سلطته وعن جريمته اساسا. هذه المساله. المساله الاخرى يعني تطرقتم الى اكثر من نقطه في الواقع تحتاج الى وقفه، يعني موضوع انه العلويه ممكن يغيروا موقفهم او الحديث بهذه الطريقه، اعتقد ان هذه المساله يعني من الصعب لنقل من الصعب الان فكفكت الكتلة العلوية، لنقل الكتلة العلوية المحيطة بالأسد أو الكتلة العلوية الأسدية بشكل صح، من الصعب فكفكت الآن لأنها يعني لا تريد أن تتخلى عن امتيازاتها. هي ليست فقط امتيازات لأهل الأسد، هي امتيازات للفاعلين داخل هذه الكتلة العلوية من ضباط سواء قدامى أو جديدين من رجال طيب، ولكن بمجمل المجتمع العلوي يعني ألم يكن يعاني الفقر والحاجة طيلة فترة حكم الأسد؟ كلها المسألة نسبية. كل الريف السوري بشكل عام هو ريف متقع ما عدا ربما ريف بعض المناطق التي يذهب أبناؤها للخليج، يعني كبعض مناطق درعا، شرق درعا مثلا، او بعض مناطق اخرى في 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 الجزيره السوريه في الدير والرقه الذين يذهبون كعماله الى دول الخليج. اما ما تبقى من الريف السوري يعني ربما هنالك الريف الحلبي، قسم من الريف الحلبي يعيش فقرا لا يقارن بما ما هو موجود في قرى الساحل. المساله الاساسيه يعني دعينا نقول أن الأمور ينظر إليها بنسبية، هل فعلا ما تحصلت عليه قرى الساحل من الثروة السورية أو من الناتج القومي السوري هو يوازي ما تحصل عليه الآخرين؟ أنا لا أظن ذلك. المسألة تتعلق بأن النظام طيب، ولكن يعني ألم تكن حكرا كانت حكرا على شخصيات معينة في الدفاع عن سلطة، على عوائل معينة كان يقوم بدعم الأسد؟ تمام، دعيني اكمل الفكره. هو لا يهتم بالطائفه كبشر كناس، هو يهتم بهم كناس يدافعون عن سلطته، فهو مضطر كان حافظ اسد ولا ابنه مضطر ان يقدم رشاوي، يعني بمعنى دعيني اقول رقيب في المخابرات العسكريه هذه وظيفه لا تصح للمواطن الاخر. يعني هنا الامور نسبيه، يعني دعنا لا نفرق، لكن بالنهايه العلويه لا يهمون آل الاسد بشيء الا من زاويه انهم حراسهم، يعني يستخدمون العلويه كحراس. هذه المساله لولا فاعلين الطائفه العلويه قصدي الكتله الاسديه داخل الطائفه العلويه، لو لم يستفيدوا ولو لم يعني يرتشوا وياخذوا اكثر مما يعني ياخذ غيرهم من المواطنين السوريين لما بقوا مع الاسد. يعني هم لماذا بقوا مع الاسد؟ هل بقوا مع الاسد فقط لانهم يعني كما يقولون يخافون من الارهابيين ويخافون من هذا كلام غير صحيح، لانهم طيب، ولكن على المقلب الاخر هناك يعني من يرى يعيشون في دمشق. نعم، على المقلب الاخر هناك من يرى بانه الثوره لم تكن كما يجب بفتح حضنة للعلويين اذا صح التعبير. هذا الكلام غير صحيح وحتى هذه اللحظة غير صحيح، رغم كل ما تفعله داعش وما تفعله بعض التنظيمات الإسلامية
المتشددة التي أتت من خارج سوريا، لم يرتكب مجزرة ضد الطائفة العلوية بوصفهم علويين حتى هذه اللحظة. هذا كلام غير صحيح ومنافي. أصلا الهجوم الذي كان يتم على الساحل كان يتم لأن الساحل هو الخزان الرئيسي للقتل الذين يستخدمهم النظام، وليس لأنهم علويين. هذه مسألة أساسية، لذلك علينا أن نميز في هذه النقطة. لم يستهدفوا العلويين كعلويين، ربما حصلت حوادث هنا وهناك في بعض المناطق، لكن لهم لم يستهدفوا كعلويين. وبالعكس تماما، أن داعش عندما استهدفت قرية المبعوجة استهدفتها خدمة للنظام، وهي الآن تستهدف سلمية وتستهدف مخيم اليرموك، وهي مناطق أصلا خارج سيطرة النظام. وهذا الاستهداف لا يتعلق بأنهم من أقليات سواء في سمية أو في مخيم اليرموك، بل يتعلق بكونها خدمة للنظام، وهم في غالبيتهم يعني من السنة والإسماعيلية. يعني لذلك يعني أعتقد أن الأمور، التقرير يحاول أن يعني يقدم صورة ولو أنها فيها كثير من الموضوعية، لكن في هنالك خلط في بعض المسائل عليها تنتقل إلى ريف حلب وتنتقل إلى ريف الدير وتنتقل إلى ريف القاهرة لكي تقول أنها فقيرة، لتقارن فقط مقارنة. أنا لا أتحدث أنه لا يوجد فقر في قرى الساحل، لا يوجد فقر، لكن الأمور أيضا نسبية. لذلك لا أعتقد أي تغير يمكن. شكرا أستاذ غسان مسلح، وأعتذر منك، يعني عم نحاول بصعوبة أنه نسمع كلامك، يعني الصوت عم يوصل بصعوبة. أشكرك غسان مفلح كاتب ومعارض سوري من زيورخ عبر سكايب، وأشكر أحمد كامل كاتب صحفي أيضا من اسطنبول. نذهب إلى فاصل.